المواد الغذائية بمركز الريال في الخوض. هذا القسم كله جبال من المواد الغذائية، سعر الجملة وكل شيء يباع بالكراتين. كرتون البسكويت 24 حبة ريال 575 بيس. أيضا كرتون البسكويت هذا في أربع شدات مع بعض ريال 575 بيس، كل المعمول معاهم بريال و50 بيسة. وإذا تبغي السطل الكبير، السطل الواحد بريال و575 بيس. الشوربة مع الصحن ريال و50 بيس الكرتون. كرتون العصير 27 حبة ريال و575 بيس. الزيت حبتين مع بعض ريال و575 بيس. بسكويت مينو حبتين مع بعض الشدتين ريال و575 بيس. كرتون العصير المشكل 30 حبة ريال و250 بيس. شدة الماي 24 حبة ب350 بيس. قسم البلاستيك سلة الملابس 200 بيس. المشخلة البلاستيك ب150 بيس، وهالبلاستيك كله الطش 200 بيسة. السطل مع الغطاء 300 بيسة. المزهريات بريال و575 بيسة، وشي معاهم بريال و50 بيسة. فير المواعين حبتين مع بعض بريال و575 بيسة. الشامبو كل حبتين مع بعض ريال و575 بيسة هالقسم كله. كل هذه الملابس عندكم هالبناطلين على 525 بيسة، وهالمجموعة 525 بيسة، وهذيله على 300 بيسة. اللحاف بريال و500 بيسة. حصران الرحلات بريال و500 بيسة. الملابس الشتوية والصيفية أفضل الأسعار معاهم. وفوق ذي أنا أقول عنه هذا مركز للتوفير، موقع مركز الريال بمحافظة مسقط في الخوض، بعد جسر الخوض باتجاهك على الباطنة تجيك محطة شل، ادخل داخل تحصلهم هنا على اليمين. هنا يوم تبغي التوفير انشر الإعلان للجميع.